يومين نزلت فيديو لمقطع من مقابلة لوزير الدفاع السابق يعقوب الصراف اللي كانت مدة وزارته من 2016 لل 2019، يعني قبل الانفجار بسنة ترك الوزارة. بهالمقابلة بيقول هو انه عنده وثائق كتير مهمة بانفجار مرفأ، وبيقول انه الوزير اشرف ريفي ليش ما انطلب على التحقيق، علما انه هو كان عنده علم بالموضوع وفي امضيان له. وبيقول كمان انه عرض شهادته كوزير دفاع بالفتره اللي كانت فيها النيترات بالمرفأ على القاضي فادي سوين وعلى طارق بيطال وما حدا رد عليه. ومر الخبر مرور الكرام، يعني ما حدا سال يعني للال بي سي ولا الاو تي في ولا الام تي في الحريصه كثير على موضوع انفجار المرفأ، ولا حدا استضافه ولا برنامج صباحي ولا مسائي ولا ظهري ولا على العشاء ولا على الترويع ولا على الغداء. ليه؟ لان بكل بساطه في خطه من وقت اللي استلم طارق بيطار قضائية وإعلامية وسياسية لتطيير تحقيق انفجار المرفأ. لو طارق بيطار طلب أشرف ريفي وطلب عون وطلب هيدا وطلب هيداك، هودي كل الناس اللي مش طالبهم كانوا اللبنانية عملوا انتفاضة على زعمائهم، يعني كانوا الشيعة قالوا له لعلي حسن خليل ولغاز عاتر ان ابروا روحها على التحقيق، لحوا القاضي طالب الكل، بس لا طارق بيطار طلبهم كلهم من جهة واحدة عن قصد، مش انت ينقسم الشارع اللبناني وكل تأثيره عند الكراس تبعه. هلأ صحيح انه هو طلب اللواء توني صليبة وحبس المدير بدري ظاهر، بس كله هيدي يغطي على عدم استماع لإفادة ميشيل عون، لأن ميشيل عون صرح انه خلي يجي وانا مستعد قول إفادتي. ما عذب حاله طارق بيطار. هلأ كيف قدر طارق بيطار يمرق هالفضيحة هذه اللي هي تطير تحقيق انفجار المرفأ؟ الجواب هو بكل بساطة بسبب التغطية الإعلامية والحشد الإعلامي والتأليه اللي عملوا له إياه الام تي في من جهة ورياض قبيس من جهة تانية. أنا بدي أسأل هون اليوم ويليام نون وأهلها لألكساندرا وأهل رالف وأهل صفين روحانا وأهل زينة راجيو وهود اللي حفظهم وأهل كل أولاد الناس، شو اجاكم من طارق بيطار ومن الام تي في ومن رياض قبيسي؟ شو اجاكم؟ انا زلمه بحكي بالنتيجه، انا زلمه واقع، انا ماني بهلي بقعد بتسمع وبصدق شو بتقول الام تي في شو بتقول لي رياض قبيسي. النتيجه انه طار التحقيق، طار بسبب دعاوى الرد اللي قدموه غاز عيتر وعلي حسن خليل مزبوط، بس كمان لانه طارق بيطار ما خلص الاراضي الظني الا ما عملوا عليه دعاوى رد وسكروا عليه الطريق، ما كله مدروس. ليش ما طلع الاراضي الظني وريحنا وخلصنا بالفتره اللي كان فيها بمكتبه؟ ما وحدنا على راس السنه، مش هيدا السنه اللي قبلها. شو اجينا من طارق بيطار ومن الام تي في غير الاتهامات والتشهير؟ انا عم بسال اهل الشغله شو اجينا؟ في زلمه اسمه فراس حطوم صحافه بتعرفوه كلكم، ما عنده جمال ديما صادق ولا عنده وقاحة وقلة احترام جورج حقيقي ولا عنده زقايط رياض قبيسي، ولانه هالقد كاريزماتيك عمل تحقيق منه لحاله، عمل له شغله لطارق بيطار وبرم ولحق ووصل ورا شركة سافارو وبينها لمين ومين اصله وكيف تحولت البضاعة وكيف انشحنت ولوين رايحة. ومن هالتحقيق اللي عمله وصلنا اليوم بفضل كمان مكتب المحاماه تبع كميل ابو سليمان المشكور طبعا انه ناخد حكم على شركه سافارو، حكم مادي صحيح بس من وراه رح نقدر نجيب الوثائق تبع الشركه ونعرف مين ورا شحن هالبضاعه. هذا هو الشغل الصحيح يا رياض، هذا هو الشغل الصحيح يا ديما. طلع لنا نتيجه من وراه لفراس حطوم، انتم منكم شو طلع نتيجه خبروني غير تشهير بالعالم وهجومكم على الثنائي الشيعي؟ انا كضحيه وكمواطن معرض شو الي علاقه بكرهي للحزب وللحركه يا ديما؟ انا شو خصني فيهم وشو خص التحقيق فيهم؟ انت لقطه الموضوع ودرتيه كله هيك بشكل موجه على الحزب وعلى الحركه، ما فهمت انا شو اجاني منكم؟ ليش هالزلمه اليوم وزير الدفاع السابق بايام النيترات ما حدا بده يستضيفه على وضع محطه ولا حدا بده يسمع له من القضاة؟ ليه؟ حدا يقول لي. لانه بكل بساطه لو استمع طارق بيطار ليعقوب الصراف وطلع عند ميشيل عون وحقق مع كل الوزراء يلي عليهم او ما عليهم مسؤوليه بالاهمال، ما كان ببساطه طار التحقيق. طارق بيطار يا ويليام نون يا حبيب قلبي جايبينه من الاساس طيب طاروا التحقيق ولحي اليوم وصلنا له.